انا كيما كنت نقول لك عملت طلب واني ديت دراسة عن الطب في بلادنا، ان شاء الله يكون كتاب وينشروه. تعرفي هنا ولا هي حتى شي ما يتغير. معلوم رانا نتلاقاو قبل ما نروح، معليش تصبحي على خير. تروحي وتخلينا رايحه للرز، الناس اللي محتاجينها بزاف. صباح الخير سي حماد. صباح الخير سي سليمان. واش راك؟ لاباس الحمد لله. ايه راني نشوف اللي بديتو الف قريتنا. واش تحبني ما نوالفهاش وانا راني صايب كل شيء هنا زياده على الهدوء والراحه. راني نخمم على هذوك المساكين اللي يروحوا يهوموا في المدن الكبيره ويخليوا السعاده هنا في الريف. على خاطر ما مش عارفين واش خلاوه هنا. قولي حقاك اش خبر على وليدك؟ انا عميه من على ربعة ولا خمس شهور يكون هنا على حساب كلامه. تقدر تفتخر به وزعما يقبل يجي يخدم هنا في القرية. هو علاش لا؟ إذا الحكومة صرفت عليه باش يخرج طبيب باش ينفع البلاد ماشي باش يهرب ويترك واجبه. عندك الحق. على خاطر لو كان كل واحد يخمم على الاخرين قبل ما يخمم على نفسه دير في بالك باللي نكونوا خير من الناس كل. يجي الوقت إن شاء الله اللي كل واحد يدرك باللي هو مسؤول على مصيره. والدولار هنا باش تساعدوا في كلش. ان شاء الله يا سي سليمان. على بها وجت له سياره. بسيط راك تعرف الشبان تاع اليوم ماشي يحبوه. حاصل تسمح لي انا نخليك. الله يسهل. ونتلاقاو نهار السبت ان شاء الله. ان شاء الله. هيا تبقى على خير. في امان الله. صح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمعوا، هاني جبت لكم خبر يفرحكم بزاف. خير. اليوم يوصل طبيب لهذه الشهور وحنا نستناو فيه. ليه؟ ان شاء الله هذه المرة ما يكونش واحد من ذوك البراوية اللي يحقرونا أكثر من اللي يداويونا. هذه المرة طبيب من عندنا. علاش؟ هات يكون واحد من خاوتنا خير من براني بنية فازة. والطبيب هذا هي مرة. كيفاه؟ مرات بيبه. وعلاش لا لا؟ اما لا في خاطرك انت الاطباء لازم يكونوا كلهم رجال. يا راجل لا سيدي وشني هذا؟ واش دير طبيبه هنا واش نديروا بها؟ تعمل شي اللي ما قدروش يعملوه الناس مثلك. شنو هذا درك؟ هذاك يعني ذوك صداعات ولا كذا؟ دائما في القايله لاحقني هكذا. ديك النهار جاوني للدار اللي طبوا عليا ذوك جايين انت. ما يديروا لنا شغربوا تنزل الناس عيب. خلينا سيدي عندنا واس نتاعنا، عندنا قزانين وعندنا مرابطين وعندنا البنادر وعندنا الحنة وعندنا الخيوط وعندنا نضربوا الخفيف والحنة. نجي طبيبة نجي مسخر بيا انا، نخلي هذا الشيء كله نجي نتبع على الطبيبة نتاعك. هذه لا لا هذه روح دبر على رئيس المجلس قول له يا ودي ما يزيدش يبعث لنا نساوين وخلاص. الطبيب هو طبيب سواء راجل ولا امرأة، ابيض ولا اسود، ان اكرمكم عند الله اتقاكم.
ما طبيب لا امراه لا راجل لا حتى شيء. كان والو الكزانه الكزانه والخارطه هذا هو الخفيف والبلون والحنه هذه هي. ودي اسمع اسمع تقدر تفكر اش تحب لكن ماهوش معناه بلي عندك الحق. شوف نقول لك هذا ما نقدرش نهضر ياسر يا عاد فاك دروك نروح نشوف رئيس المجلس البلديه وشوف اذا ما وافقنيش ونفرجك. انا نفرجك راني ما يجي غير نهضر كي نهضر حاجه مليحه والله العظيم نلمعني. اسمعوا ما يلزمش تخلي واحد كيما هذا ياثر عليكم. نتمنى يعجبك الحال في وسطنا. احنا ناس بساطه ولكن اوفياء. ما كانش خير من البساطه. ماذا بيا نبدا في الحين خدمتي. معلوم معلوم درك نمشي ونشوفوا المستوصف. عيسى يا عيسى روح تروح روح تروح على ربك روح يا عيسى روح قلنا فاش تورطوا كيدير لنا مفيد انا ولا واش؟ استنى يا راجل وين راك رايح؟ راك عارف وين راني رايح. راني رايح رئيس المجلس. اسمع المراه هذه بعتوها لهنا باش تداوي المرضى نتاعنا. ما ناس تعرفش اخلص ما نقبلهاش في هذه القريه فهمنا ما همناش. اسمع راك رايح تعمل واحد الغلطه اللي سخنك خاليه بزاف. روح عندك هيا تتهدد عليا ولا واش؟ الله يجزيك كلمه اخرى نخبط لك الراس تاعك بحجره. مري على حساب هالبطاقات غير ملي اللي تجيبوهم هنايا. الصغار هما اللي نعرفو بسهوله الكبار يفضلوا يسكتوا وعذابهم انا من يسمع به. اسمعني لا فهموهم وشنو هو الطب المجاني. بعد هذا العشيه راني نبعث بعض الشبان يخبروا السكان تاع القريه بحضورك هنا. هذه فكره مليحه وانا من جهتي نخبر الرجال اللي يجيو الاجتماع نهار السبت. بارك الله فيك. هيا على خير. مع السلامه ربي يسهل. وريني دوك واش كاين دواء. تفضلي انا تحت امرك. راني نمنعك تداوي روحك عندك المراه سمعتي يجيها مليح تروح تلتها بروحها تلتها بدارها. واش فرها فيا هذي؟ دايرين داري اللي عرس كل يوم عرس في الليل الزرق. لاحقيني ساعة شامبي ساعة 24 كنت مالك انت تلقى تهم نقلب لك دوك الباسيل على وجهك دوك. كما كنت نقول لك المغرفة كل عشية قبل ما ترقد. صح راه يظهر لي باللي الناس راهم يولفوك. وعلاش ما يولفونيش؟ جا طبيب قبلي وما رضاوش فيه؟ لا لا ماناش نقول لهم ما رضاوش فيه ولكن راكي عارفه النوع الجديد هذا من العلاقات يعني شويه صعيب في الباديه. الطب الثقافيه هي وحدها اللي تقدر تساعدنا. عندك الحق والملاحظه نتاعك في محلها. على كل حال كان شي طبايع وماذا بينا يزولوا. انا موافق ولكن هالطبيعة ما تزول غير إذا كان كل واحد منا قبل اللي غير عقليته ورضى بالواقع اللي قدامه. هذا هو الدواء. وأنا قدرت ناخذ المسؤولية تاعي أمام بعض النقائص موجودة على مستوى مستشفى ولهذا طلبت يجيبوني هنا. خدمت في المستشفى في المدينة ونقول لك له لا يشوفك. شو المصلحة اللي خدمت فيها؟ مصلحة الطب الداخلي. كنت معايا في صالة فيها 50 مريض قايمين زوج أطباء ثلاثة طالبات معاونين وبلا ما نذكر الممرضات كما راكي تشوفي. في بعض الأحيان كاين ضغط نتاع الأطباء ومن جهة أخرى كاين قريات ما فيهمش ممرض واحد. ولهذا أنا ما حبش نبقى في المستشفى. على كل حال إذا تقدري تسمحي لي نكمل شغلي ونولي. وش صار؟ واحد ما حجر على الزجاج. يا اخي يا مات يا اخي هذا ما يكون غير كاش ولد ساقط. كاش واحد ما عجبوش الحال كي راني هنا. هذا محال محال ما يجيش في بالك بلي كاين كاش واحد هنا ما راهوش راضي بيك. الدليل راهو هنا ماشي الحاجه تجي وحدها. ما قلتش الحاجه راه جات وحدها ولكن انا نظن بلي كاش واحد يلعب ولا صبيان يلعبوا بالكره. اسمعي واش تقولي لو كان رحنا نعلموا رئيس المجلس بهذا الشيء اللي وقع؟ لازم باش حاجه كيما هذه ما تجيش توقع. هاني جبت معايا سي علاش مرتو قريب تزيد. هذا خبر مليح وجد لي محفظة والحقني في الحين. حاضر. يا نعم يا جماعة قريتنا راهي محتاجة في الطب في الفرمليين. احنا ما نحتاجوش النساء ما نحتاجوهمش باش يدخلوا في عقول نسانا وولادنا عقليات مشينا معرجة فربيات. هيا يا سيدي خلاص خلاص كهنا خلاص ما تزيدوش تزرعوا العتاد للفكره هذه الفربيه.
ما سمحنا نطلبوا يرسلوا لنا طبيب نتاع الصح، طبيب قدري هذا هو. وعلاه؟ على حسابك انت الانسه سعاد مش طبيبه تاع الصح؟ وعلاه تقطع علينا في الناس؟ اسمع سي، انت ما عندي حتى مفاهمه معك. واش بتعاون تك وتكت انت اللي درت لنا هذه الحيحيه هذه اللي ما تلقاش علينا؟ انت اللي بلغ راهي واسي ولي طبيب في عضو هو اللي يجيبه لنا وتدافع عليه. ولا هذه اللي راني خايف منها، راني خايف على وليدي منك ومن عقليتك المرجع. اسمعوا يا جماعه، ما تسمعوا له، ما تدوخوا روحكم. اذا كاين واحد عنده عقليه مارجه هو حمادي بالذات. ونزيد نقول لكم على راه جاي يستقاوى اليوم هنا، هذا راه ناوي باش تضغطوا عليه ويفوت في الانتخابات. هذا مكان، ردوا بالكم السلام. المزيه راكم تعافوني، وتعافوني قبل ما نجي نسكن هنا. عمري ولا غيرت الموقف نتاعي معاكم، ما تصمتولوش، راهي حد يغلطكم. يا ناس فكروا مليح، ماهوش على خاطر عاش معاكم اللي لازم تثقوا فيه. يا سيدي لو كان يروح له روحه في الكاف، تروحوا تروحوا لواحكم لواش؟ ها؟ عمرنا ولا حضرنا المصيبه كما هذه والعياذ بالله. جينا مراه ما عارف منين جات، جيت تعطينا دروس في الغيره الوطنيه؟ هذه بدعه هذه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله مولاها في النار والعياذ بالله. بالعكس، اذا تم واحد اللي راهو يزعم باش يعطينا درس في الغيره الوطنيه كما راك تقول هو انت. على كل حال نشكرك على الاخلاص نتاعك، بفضل الله وفضلك انت ديك المره اللي كانت في حاله خطيره راهي سلكت. ان شاء الله تعمل بالنصايح اللي وصيتها. ان شاء الله. من هذه الجهه غير كوني متهنيه، زوجها نعرفه مليح، انسان عاقل وياخذ لك الراي، وعنده 8 دراري الله يبارك. وهذه هي المره الاولى اللي استدعى فيها طبيب. كنا عارفينها لزمان، كانت القابله تاع الحومه هي تقبل النساء. هذاك الوقت كنا تحت الاستعمار والاطباء الجزائريين كانوا قلال، ولكن اليوم ما بقاش نزيدو نتحملو دوك العادات الشينة. مع الوقت يروحوا هذوك العادات الفازة. وقيلا راكي تعبانة، تعملي مليح ترجع لدارك تريحي وانا نسكن بكلش. انا عمري تعبانة ولكن نزيد شوية معك. الحسنة لا تسمحوا لي، روح بقاو على خير. سلامة. بقاو على خير. سلامة، ربي يسهل. سلامة. هاي هذا السي حمادي، علاش هو يجري؟ المزيه اللي لقيتكم هنا. وعلاش ما صار سي حمادي؟ جيت نشوف الطبيبه، الولد مراد راهو بالحمى. عنده الحمى معاه بزاف. هادو ثلاث ايام وهي معاه، وقال لي باباه ثلاث ايام وهو واقف عند راسه. شوفي اهمل، ما تشقيش روحك، خلي انا نروح نشوفه. لا لا دوك نروح انا وانت روح للعياده. يلا نروحوا. هيا. الله يسهل. هاي يا هاي يا سيدي أيه. ما تخافش، هاي جات الطبيبة أيه. ودوق الدواء. كنا غير خير دوك ندخل نشوفو. جوجي هاي هاي انت معايا نحتاجك. هي غير ما تخميش، ما عنده والو. رحمه عليك. كي قلت غير ما دير حتى شي في قلبك. ان شاء الله. راه تشوف الفايده تاع الطبيبه في القريه وشنو هي. ان شاء الله. دوك تقلبوا، تعطي له دواء، وما يصبح غير برا ان شاء الله. ان شاء الله. يا سي حمادي. نعم. الولد ماهوش مضرور. الحمد لله. هات هذه الوصفه، روح الصيدليه جيب الدواء. صح يا رحمه. بسلامه. هاي مادام انت عواد خونا هزو ذيكم اجمع، هزو ذيكم اسمع، روح يا طبيبه كيما تخاطينا الله يقهرك. امين. الله يهون ناسها. امين. الله يريب ساسها. امين. الله يقلب قنطاتها. امين. ان شاء الله ينوض الحب في راسها. امين. وان شاء الله تولي طلبه في الزنق والذر اللي حقينها بالعجر. امين. الله يربطها على الزنفنايا والزواج ان شاء الله. رول. سمحيني ما حبيتش نعطيك. ما كان حاجه، انا حبيت نعيش فيها. جيت باش نقول لك بلي صابو السياره نتاعك عند الواد قبل ما ندخلوا للقريه. شنو تقول؟
واش داير تما؟ مانيش عارف، الناس اللي عرفوها راحوا خبروا رئيس البلديه واللي راح هو بنفسه جبدها من الواد. راني عارفه نديرها من شبه راسي. وسيارة ضرورة؟ لا لا سلامات، المزية برك للحجر عطلوها وما خلاوهاش. على كل حال درك نروحو نجيبوها في الحين ونشوفو إذا ما سرقو منها والو. هذه مغربة سيارة تنتقل وحدها حتى الواد، واش رايك؟ درك نحسك بهاد القضية مع مسؤول القرية، لابد نعرفو واش وقع. سهل باش نعرفو، المرة اللي فاتت قصروني الزجاج واليوم سرقوني السيارة. تصرفات كيما هذه سمعت خريب. نوعدك ونأكد لك لنعيا ونكشف الحقيقة. من فمك الربي اللي يعمل هاد الشيء يحسب روحو يمنعني باش نقوم بواجبي. راه غلط بزاف بزاف. ندق الروس البق الخان سين بوسك سيك. هد الذيب على الرعيان جاب الكرشه والمصران. الحين جي والبنجي طياره العسليه في الزيت والكرويه حب القراع يتفرقع لا يحب لا يرفع. اي واحد حيد وزلز بيدو دار ودرا انما عافر قش عشرة. يا رواناتا يا لالا خيرا يا تبرا واكتب ضرعي مرضك وانا جبت لكم الدراب المكلون واكتب تبعث لكم كمش هنا. يا ان شاء الله تبرا ولد بع لكم عتروس وندير لكم قصعة وانت عايش. يا رواناتا يا جاوبوني شني هذا. اه ان شاء الله تبرع والغزاله الزهره هذه زيدوا لها في البرهان. سمعت زيدوا لها في البرهان. لازم نجيب لها طبيب. ما نقبلش عمره ما يدخل طبيب لداري. مرض الطفله راه معروف، هذه ما ينفعها غير كتبه هذا. هو الطبيب هو اللي يلزم. من وقت عاد تعرفي الطبيب انت؟ لان اذا على الطبيب انت ديك المفروض يكون عندهم في حل وربطه. خدي هذه بركه لاله جوهر، قالت لك هرسيهم لها وديرهم في كتانا وعلقيهم لها. انا هذا هو مناقشه بعض الجوانب المتعلقه بالحياه الاجتماعيه في قريتنا. وقبل كل شيء نطرح الكلمة للسيد مسؤول القرية. شكرا سيدي رئيس. كما تعلموا قريتنا راهي بدات تسترجع الحيوية نتاعها بفضل العمل نتاع كل السكان. ومع هذا نقدروا نلاحظوا باللي في هذا العام ان شاء الله تتم بعض الانجازات المسطرة في برنامجنا مثل طريق الكهرباء وقنوات المياه هذا حق. وهذا النجاح راجع للضمير المهني نتاع جميع العمال. وزياده على هذا قريتنا صفحت عندها طبيبه وهي الانسه سعاد. وحنا من جهتنا رانا مسرورين بكفاءه الانسه الطبيبه. وانما ماذا بيا نخبركم باللي في المده هذه الاخيره الانسه الطبيبه تعدوا عليها. والمقصود من هذا باش يقلقوا لها ويكونوا لها مشاكل باش تمل وتروح من القريه. راهو خبرني السي حمادي بهذه المشاكل كلها. ماذا بينا نعرف الآن رأي القانون من خلال حضور ممثل الدارك هنا معنا. بمجرد ما لحقني تقرير السيدين منسق القسمة ومسؤول القرية قمت في الحين شرعت في البحث بصفة جدية وتبين بلي المخرب أو المخربين هما من سكان القرية. لكن واش وصلك تقول بلي هذا عمل تخريبي؟ شي واضح كي الشمس. وإلا كيفاش نفسر الأمر للحوادث الثلاثة اللي جرات متسلسلة تسلسل طبيعي وتقصد نفس الشخص؟ يعني انت تقصد الحقيبه الطبيه اللي سرقوها من المستوصف ورموها في الخلا والزجاج تاع التقاليد كسروه والسياره تاع الانسه؟ نعم. في اول الامر ضمنناها نقمه نقمها فينا واحد من هذوك اللي ساخطين على كل شيء. واذا به لا. وانما في الحقيقه نفس الشخص اللي قام الجرائم الثلاثه. بلغني وان السي عيسى راهو جهرني ينتقد الانسه طبيبه. بلا شك هو المخرب. ولكن انا فيما يخص الوضعيه تاعي ما نقدرش نصدق القيل والقال من غير دليل. على كل حال البحث راه مستمر. عندك الحق، كاين شي ناس اللي يتهموا الغير بدون سبب، وحنا ما يلزمناش نغلطوا. على كل حال عصام مازال تحت المراقبة، ما يقدرش يعرف بنادم. طيب، إذا الآن نجوز نجدوا الأعمال، أحسن. يا سيدي. ايش قلبي لا روينه يا الروانات سيادي يا خير قعدات بابي
لا من فيكم ينعر ويقول لي كلمات شاش قلبي شاش شاش قلبي لا روينا يا روى نات حبابي خير قعدات لا من فيكم ينعر ويقول لي كلمات يا سيدي يا سيدي يا لا الربيحة يا لا لا خيرة يا خي طفلة راهي مرضت ومرضت بالأربعة وضربوا هذوك الناس يا زي ما سلكوهاش ولا واش ايه لازم تسلكوها ولا راني ندير لكم ان شاء الله ندير لكم عتروس كحل قصع انت عايش حاره بالفرماس نجيبها لكم ما فيها شك سمعت نجيبها لكم دق ندق الروس البق الخامسين بوسكسيك هد الذيبة على الرعيان جاب الكرشة والمصران الحينجي والبينجي طيابة العسلية في الزيت والقروي حب القراع ويتفرقع وذا يحبو ذا يرفع حيلين بيلين حمامة صفرون غارفرون كرامة واحد حيد وثلث بيد ودارة ودرة إنما قرقش عشرة آه ذاك البنت راهي في حالة يا لطيف عياتي يمها تحاول تجيبها لكم بابها عصار فرق مانيش عارف علاش ما يحبش نداويوها ام البنت قاتل زوجتي بلي سببها ضرفتها وكون وجود الطبيبه الانسه سعاد لكن علاش واش عملت له سبحان الله ياك هي طبيبه القريه صحيح على خاطر طبيبه القريه وهي مرا وهو يتقلق من هذا الشيء ويخلق له مركب نقص لازم علينا نحتموا عليه يداوي بنته لازم ويداوي عن طبيبه لازم حتى احنا نتصرفوا بحكمة يستعمل القوة مع النوع من الناس عمره ما يحل المشكل وحنا إذا اعتبرنا وش قتلك زوجتك هاد البنت راهي تتنهلك من عصابها والمرد حارق وعر بزاف واش باباها عيسى مازال يمن بالقزانات والكتيبة يا أخي حالة يا أخي في وقتنا هذا مازال كاين الناس ما يحبوش يداووا عن الطبيب ويمنوا بالخريفات نتاع القزانات والشوافات ما تنساش ماشي غير الناس البسطاء اللي يمنوا بالقزانات والخريفات لازم نعملوا تاويل لهاد البنت ولا راهي تموت يا ما لم راح نطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي يحكم السي عيسى ويحاول يقنع يداوي بنته قل لي وين هي طبيبه الانسه سعاد راح تعالج السي درويز لا طاح من العود ايوا اما لما ترجع فهمها في القضيه اما فيما يخص السي عيسى ما تخممش احنا نستكلفوا به ماذا بنت ساعه وهذا في فايده البنت الله يبارك اي مع السلامه مع السلامه ما عندي حتى مفاهمه معكم ومن اليوم ما زيدوا تجيوني هذا كل يوم رايحين ماجين راكم طروشتوني سيدي وسعوني لكن يا سي عيسى ممكن بنتك تموت اذا بقيت مصمم ما تديهاش للطبيبه ما كانش هذا الفربيه تاع طبيبه ولا ما كانش قميت مره نقولوا ما كانش انا نعرف بالدواء تاع بنتي ونعرف الدواء انت حالي لك لها راك غلط يا راجل راكش طبيبه باش تعرف الدواء اللي ولا من بنتك ايوا درك واش درك واحد اللي حيتو في وجهه الله وحير له بها ولا واش بنتي يا سيدي تسالوني يرحم والديكم رانا عارفين بنتك لكن ما عندكش الحق تتصرف معاها كيما تتصرف مع حيوان ولازم تسمع كلامنا لكن كلامنا من قبل لكن الكلام الزين ايش مع عذرك وسعوني صح ما نروحوا منا حتى تاخذ براينا يا سي عيسى راك غلط وخير لك مرض بنتك متعلق بالطبيبه سعاد ما ينفع فيها ولا بخور ولا جاوي ولا كتيبه ولا لا جوعه كل شيء تتعلق من كرحه ومرض بنتي معروف ضاربين هذوك الناس والسلام راني فاهمك يا سي عيسى لكن دير في بالك بلي هذاك الوقت فات فات وراح وحد ما عنده الحق يعيش خارج المجتمع زيد بالزيادة واجب عليك تعيش مع ناس وقتك راني نعترف لك باللي كان بعض منا في واحد الوقت كان يامن بهذيك اللالة جورة وإنما اليوم ما بقى من يامن بهذيك ستوت ولله الحمد راه كاين الطب العلمي والشرعي فهمت ولا لا ثم راكم تفلسفوا يا سرتم شوفوا جماعة ذوكم قصوها باش ما تظليوش تشغى ولا نشغاليك أنا بنتي نداويها بالبخور والشمع والجاوي والحلبة والحنة والخيوط والقلالل والبنادر والدرابل ما بقالنا غير نروحوا وقيله ومن بعد نتفاهموا معاه بندر بندر انا دبر على حلايسك زينب زينب واش دير روحك روحوا عند الغزاله يلا سمعت الكلام اللي كان يقول فيه
واش تحب نعملوا مع هذا الشخص هذا؟ سي عيسى راجل اناني، ولكن هذه المره لازم نحطوه في حده. حق. على كل حال راه كان قانون اللي يفرض على الوالدين مثل هذا العبد باش يمتثلوا الاوامر طبيب. ما يبقى لك هنا ما الله يجيب الشفاء. انت يا سني هنا يا طبيب علي ما تبقاش نجي. صح. سلامة. نعم. نعم سلامة. وصلك. بس. بس. راني نفتش على السيد رئيس المجلس البلدي الشعبي هل ترى شفتوه؟ كان مقرر باش يروح مع السيد المنسق عند عيسى خاطر بنته مريضة بزاف. إما لا مازال ما رجعوش. على خاطر راك ما خرجتش المكاتب نتاعهم ما صبتهمش تما. والطبيبة راه هنا. لا لا مازال ما جات بصح ما تبطاش وجهي. قولي. كاش جديد؟ رانا سجلنا بعض العلامات مهمة وعلى هذه لازم عليا نتبحث مع السيد الرئيس بسرعة. الحمد لله راه الحق الوقت باش يوقفوا هذا المشوش عند حدهم. من بعد راني نخبركم على كل شيء. انا نرجع للبلدية وعند ما ترجع الطبيبة رانا نتلاقاو الكلية. صحة شكرا. يبقى على خير. الله يسهل. مش على خاطر لقينا الحقيبة الطبية قدام دار سي عيسى اللي لازم نتهموه باللي هو. معلوم. ولكن الكلام اللي قالوا قدام الناس في شنط بيبا سعاد من اللي بدا هو يقطع فيها واش تحب هذه حال كل انسان معقل وانما ما تنساوش هذا ما يمنعناش باش يكون تحت المراقبه شكون يعرف راني موافق معك ولكن الشيء المهم الشيء المهم هو قضيه بنته نعم فما تخافش عندي بعد مشروع اللي يسمح لنا نردوا للصواب والباقي البحث راه مستمر في شان حاضر ادخل مساء الخير عليكم خير عليكم تفضل اهلا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم الخير يا ملا يا دكتوره كنا احنا نتحدثوا على قضيه السي عيسى كما على بالك نظن باللي عندنا العلامات الكافيه اللي تقدر توصلنا للمخرج اولا كاين هذه الاضرار اللي ماشي من صنع الصبيان ثانيا هذا الشخص راه يتبع في خطه معينه مثلا يضيق بك حتى تملي بروحي هذا ممكن ولكن شخص يكره الاطباء ما فهمتش مليح برك نفهمك كما كنت نقول انا نعتقد عيسى هو صاحب الاعمال بلا قبل لا سبب ماشي على خاطر ما خلانيش نخدم واللي انت رايح تتهمو على بالنا اللي قطع فيك وحاجه اخرى لما تكسر زجاج العياده كنا على بالنا بلي ما كان حتى ولد برا بلا ما نذكروا انتقال السياره واختفاء الحقيبه بكل صراحه اللي يهمني هو كيفاش نداوي بنته اما لا يظهر لي نقدر نشرعوا في العمل يلا يا سيدات يلا تفضلي اذا تسمحوا لي انا نبدا تفضلي لازم نبرهن لي سي عيسى ولي كيفو بلي علم الطب هو ينفع اكثر من السحر لا معلوم معلوم دون هذا راي مليح وحنا عندنا ثقه فيه بنتي عيسى راهي مريضه عندها مرض الاعصاب صدمه نفسيه هاد البنت صغيره وراني متيقن باللي الدواء اللي نعطيو لها وبعد اسبوعين من الراحه التامه اعصابها يرتاحوا وتولي مثل الغزال ان شاء الله لكن ما تغفلوش لازم تقوموا في الحين وتروحوا عندها والا راهي تفقد عقلها قولي ولكن كيفاش تعملي يا طبيبه نروح لدارو نقدم له من عند بلديه اعانه ماليه فكره مليحه وزين نقول لك باللي عندنا ثقه فيك مرت ساعتها من جهتنا موافقه ولكن مسكينه ما تقدر على حتى شيء خايفه من زوجها وراني متيقن اللي تعاوننا احنا سمحوا لنا نروحوا تفضلوا طبعا لا لا يا امان الامان سلامة باش تكون متهني من جهتهم نطلب منك ترد بالك على عيسى كن مهني راني نراقبه بنفسي الانسه الدكتوره امراه ذكيه وشجاعه بفضل الله نقدروا باعانتها نحسنوا معيشه سكاننا لكن يا بنتي هذا التبرع علاش؟ كاين الناس اللي هما اولى بيا بالمعروف كنتوا تروحوا تشوفوهم غير كون متهني يا سي عيسى كل واحد ياخذ مقداره وبارك الله فيك لخم تاع الاخر الله يبارك فيك وليدي سلام تفضل سي عيسى هذه الاماله من عند مجلس بلدي شوف يا بنيتي اذا هي مهديه من قلبكم نديها واذا فيها شوف اخرى ما نجمش لا لا هديه بسم الله بنيتي واش تقول لي تدخل للدار حياة تستهوي راه السمش والحمان عليك قايله ياسر ها عنده الحق لو كان غير تدخلي تعملي طلع على البيوت ونبقى انا هنا نقصر مع سي عيسى وعندنا ما نضحكها تفضلي تفضلي عندك وحده يا ترى جاتكم الطبيبه عندك جروة عندك هاي ما مرحبا بك وليدي راني فرحان بك ياسر انت هاي بالك بنت مريضه بزاف عندي خبر ولهذا جيت نشوفك هذه الحكايه اللي حكيتها لي زينه ياسر
عجبتني. يا بوي اعطي هذا الدواء شربي له 4 مرات في النهار. صحة، لكن نضي بالك راجلي يسمع بالخبر. راه ما تخافيش ما يسمع والو. ما يحبكش تداويها انت؟ ما عانيش عارفة علاش. سي سي يستحي من الطبيب وخاصة كي تكون مرة. اسمحي لينا نروح. يكتر خيرك. حبيت نقول لك قول تنجم تكتب للعين وتابعه. واقيلا مازال كنية تاع الصح نتايا. ياك شدة في ربي سبحانه. سبحانه وليدي سبحانه حقا حق. من غير ربي ما عندك دام تحوفه؟ اي خاش عندي المرأة شاطرة. خاش ياسر. بارك الله. يبارك فيكم وليداتي. ما نخليوك حتى نروحوا. خلونا على خير. وجي زورنا ساعة على ساعة. ان شاء الله. يسعدك وليداتي. يعطيك العافية. ان شاء الله. هذو اللي سالب هذي ما عرف ليه جاو هذو. جدبك شوف كيفاش رانا ساكنين. قبيله طبني شوي صوارد من عند المجلس ما عرفتش عليه جابوه. والله خلي جابهم ربي نوخذ وروح نتسوق كاش ما نشرب بهم زوج باد نتاع حديد وخلاص. لا لا ماذا بيها شو بهم حوايج الطفله. الطفله يا اخي ما قلت لها والو عليها. معلوم ما قلت لها والو راني مهبوله فانا طبيبه ما دخلت لهاش البيت. يظهر عليها المخلوق انا شويه كي اللي قلبها بيرعف. سهله علينا طفله واش راهي من الحمام تاع البارح. ديما كيف كيف ما تحبش تاكل. اخي مصيبه يا اخي. زعما قالت لي لاله جهره قالت لي راهي تبرع لكم وترجع. يا اخي درتي لها كيما قالت لك. ايه طيبت لها العشبه. اما لا تصلي نروح نخدم شويه ونجي. وسمعتي بالخبر؟ معاك انت دايما كان خبر جديد. قولي واش كاين؟ هاد الخبر هذا متعلق بالبنت اللي مريضه وعطينا لها الدواء. بنت عيسى؟ هي بدك. وهاد المرة برات تماما وهذا كامل بفضل العلاج نتاعك. ان شاء الله هاد المرة يعترف بالغلطة يعترف بالغلطة نتاعو. مسكين عم بالو باللي بنتو برات بالبركة نتاع القزانة للجوهر. ولما زوجتك شفت له الحقيقة ما عرفش واش من الحبل يتعلق به. عندها ما جوزت مسكينة معاه. لا لا يشوفك وزاد حتى ضربها. هي المهم كي راه تعرف بالغلطة نتاعو. ايه هاد الانسان لازم يداوي عقله. تعبنا بزاف شفنا قريب 25 مريض. العمل تاعنا عمره ما يخلص لازم نداويو العقليات. وكيفاش نداويو العقليات؟ بالوعد والارشاد. فيما يخص العقليات لازم نردو بالنا من هذيك السدوته للجوهر. علاش خايف تسحرك؟ انا خاف من الله سبحانه وتعالى وما عبوديه الارواح والشياطين الله يسترنا منهم. المهم ردوا بالنا من هذيك السدوته الجوهر. ما تقو تعمل والو على خاطر ورينا لها واش هو الطب. ستوت الجوهر نعرفها مليح من اللي كنت صغير وما زالت قادرة على أعمال الشيطانية. ردي بالك منها إلا كاش نهار تعملي فيها الثقة. من جهتين غير كل مهني ما تقدر تعمل والو. انت يا حتى حاجة ما تخوفك. Thank you.
خير بنتي. اسبع خير. انا جاتك المسكين هنا على حبك. في الحقيقة هذه مدة من اللي بغيت نجرح حبك في القرية، بصح لا غالب كل ما نبغي نجي تشدني حاجة. واليوم راني خبزت لك هذا الخبز تاع الكسرة وجبتها لك بنيتي على جالك، ان شاء الله تعجبك. اي كثر خيرك جارتي. ريحي ريحي. عندك السبيطار شباب؟ لا لا انا ماشي سبيطار، هذا مستوصف. شربي القهوة الا بغيتي. شحال ديري سكر؟ زوج حجرات. صحيتي. تاكلي كسرة؟ لا ما نضرش اللي غادي ناكل منها. وعلاش؟ علاش ما فيها خاطي جوهر؟ لا محسوب راني كيما شربت الدواء نتاع السعلة ونخاف لو كان ناكل منها ضرني في المعدة. ما ظنيتش باللي توجعك. ما تخافيش راه كاين الدواء. صح بصح قولي لي كيف انت صغيرة هكذا وطبيبة؟ صغيرة؟ تعرفي في عمري 28 سنة. 28 سنة؟ أنا سبحان الله. من قبل كنت في المدينة ومن بعد عملت طلب وجابوني هنا. إيه مرحبا بك في القرية. الله يسلمك. في الحقيقة أنا كيف كيف صنعة واحدة. الفرق اللي بيناتنا هي اللي انتقلتي في المدرسة وأنا يا معطيالي. خير لك جوهر. واش من عجبك عنا اليوم؟ غير الخير يا وليدي. في الحقيقة بغيت نتعرف على الطبيبة، تكلموني عليها بزاف. ايه بصح انت الله يبارك راك جبت روحك. قولوا لي ياك ما هولكمش كتدخل درك هاد على غفله، ربما كنتوا تكلموا على امور نساء ولا شي حاجة بيناتكم. لا لا يا وليدي ما رانا نتكلموا غير في الخير. في الحقيقة انا خدمتي عرافة. ايه يلا جوهر فكرتيني في صغري كي كنت نجي عندك انا وما. ايه يا وليدي يا حصر على ذاك الوقت. نقول لك الصح، في الاول كي جيتي للقريه اكرهتك على خاطر نحيتي الخبزه من فمي والناس رجعوا يجوا الكل اللي عندك. عاود دروك راني نادمه وماذا بيك تسمحي لي. اسمح واش عليه. نقول لك الواقع، كل الشيء اللي استعملته ضدك ما نجحت على خاطر انت يا ما تمنيش بالسحر. ونزيد نقول لك هذا وين راني فهمت علاش ما نجحت. انت يا مولات خير وما تستاهلي غير الخير. خلي جوهر ما زدت تبعي هذوك الحكايات. واش تبغي نقول لك يا بنتي، هذا عوايد زمان مانيش انا اللي بدحتهم. وانا راني محقق اللي ما راكيش غلطه، رغم اللي انت راكي مامنه الكلام هذا اللي راكي تقولي فيه. هذاك الوقت فات اسمحي لي. اسمح اربع حقيقتك. واش جدير؟ مانيش عارفة، جات وجات معاها الكسرة، بصح ما فهمتش علاش ما حبش تاكل منها. يا اخي كنت حذرتك منها من قبل. راني عارفة، جات كاش ما نعاونوها، على بالك بلي الناس كان هربوا عليها، وجاو لهنايا. نعاونوها؟ وباش رايحين نعاونوها حنايا؟ نخليوها بنيتها بلي رانا نحبوها. وقيل عطلتكم على خدمتكم بحكايتي. واش تقولوا لو كان نعرفكم غدوة تعشوا عندي في الليل ان شاء الله، ونوعدكم تكون سهرة هي ونوري لكم كامل الاشياء اللي نديرها في السفر. كتر خيرك، احنا نكونوا سعداء اللي نجيو تعشوا عندك ان شاء الله. يا بنتي ربي يحفظك من العين لسترك بجاه الحاضرين والغايبين. الله يسلمك. هاي نبقاو على خير. خلي جوهر خلي الكسرة. لا يا بنتي هذه ما تتركش فيها الدهان، حتى نعاود لك كسره واحده اخرى وندير فيها الدهان ان شاء الله. ما عنديش مش عندي. هيا بقاو على خير. سلامة ما تنساش تجي تزورينا ساعة على ساعة للجوهر. ان شاء الله. مازال هاد دايم في عوايدها. في الحقيقة ماهيش وارا.
هي مرأة تمن ببركتها والناس خلوها تصدق بلي عندها البركة. في هذا عندك الحق. حقا واش بقى لنا في الخدمة؟ واش بقى؟ دوك نروحو نزورو زوج دراري تاع السماء اللي فاتت. ايه بصح. اما انا نروح نوجدوها ونجي. معليش. على كل حال جا شافني غير باش يستعرف بالغلطه نتاعو. لكن الجريمه تبت ما كانت دارش الغلطه نتاعو. على كل حال راهو جاي يشوفك وراهو مستعد يغرم كل الخسائر اللي عملها. لكن واش داي ادي الناس؟ الغلطه اللي عملها هي اللي صدق بدوك السحاره. اما الان كبرت بنته بفضل الطيب راهو ندمان على روحو. يعني راهو تاكل عليك تدافع عليه باش نسمح له. واش تحب؟ هذا هو معويدنا. على كل حال لازم نعقد اجتماع لان الراي في امور كيما هذه ما يرجعش لشخص واحد. القانون هو القانون ويترتب على كل واحد. انا دوكا نتاع دوكا. صح. عايز منك. صباح الخير سي عيسى. سي عيسى لاباس سي عيسى. حيا بنتي جاي جاي. واش راك مش مليح؟ لاباس الله ينورك. اوكي. صباح الخير. لاباس. لاباس. جبت شوفها. يعني. اطلع. اكا سيدي الله يرجعك. يا ودي قولي آ قولي آ قولي رايتك مليح؟ لا خير لاباس خير من بكري. وترقد بكري؟ قد ترقد بكري وتنوض بكري ونقصنا هذاك التهتوير هذاك على خاطر راهي كانت تشوف ذوك الناس وسي واحد تعيط وتحب تقطع حوايجها وتقتل الروح وكان ربي جابها الصراحه. المهم يا سي عيسى هو اللي عرف الطريق صواب. الله يجيك سيدي الله يحفظك. اي شوفي على باس من انا اسبوع ترجع المدرسه ان شاء الله. بصح بصح يلزمها الراحه. متهنيه ان شاء الله راني نستحفظ عليها ياسر. الله يكثر خيركم على كل حال وهذا هو وسامحوني. بسم الله بسم الله. هيا بنيتي سي عيسى روح جيب هذيك الدجاجه. تردي لي اللبن الطارد؟ لا صحيح كثر خيرك. سيدي ماشي الحمد لله. ماشي راني ان شاء الله كي تبرد الطفلة راني ندير لكم قصعة نتاع عيش ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سلامة سلامة سلامة. مستحيل نصدق باللي عيسى قبل يجي يداوي البنت هنا عندك. روحي يا الجوهر روحي. واش دير لو كان حتى واحد ما يزيد يروح يداوي عندنا؟ عندي فكرة. واش نجبوهاش تخدم هنا؟ تقدر تعاوننا. عندك الحق وهكذا تعرف بلي ما كان اي شيء اللي يقدر يعدل العيب وخصوصا اللي اسمه السحر. ليس هذه القضية. صباح الخير عليكم. صباح الخير. واش راك يا دكتور؟ لاباس الحمد لله. جيت نسالك اذا تقدري تحضري الاجتماع انا غدوه في مقر البلدية. تواجه اجتماع. باش نسمع اعتراف عيسى بالاعمال الباشعة اللي قام بها ضدك. على جلسة الزاج والسيارة انا نسمح له. صحيح هو الذنب لكن حنا كسلطه لازم ناخذ قرار في شانه. وانت واش تطلب؟ انا ما عندي واش نطلب ولكن خوفوه شويه برك. طيب راني نبلغ قرارك للمجلس. هاي تبقاو على خير. سلامه. سلامه الله يسلمك. من هذه الناحيه كوني مهنيه لما تعرف بالغلطه نتاعو انا نظن بلي المجلس يسمح له. من فضلك غدوه تحضر اجتماع ومثالي ان شاء الله. يا حكيمة هجري اوكي واحد الخدام جرح روح. انا رجع في الحين باش ما يكون المريض خطير الحق ليا. صح.
لازم يروح في الحين المستشفى. طيب لازم انت اللي تخبر عائلته. يروح معي منسق القسمه ويعرف عائلته خير مني. نتمناو اللي جرحه ما يكونش خاطر. ما تنساش اللي عنده عائله كبيره يخدم عليها. ما نظنش اللي كاين خطوره رغم اللي صاح منه الدم بزاف. يلا نروح. يلا. غلط حيوش عليها، ما عندها والد. هاو اللي فهمك عليها كبير. تقدر تروح عذرك. راه محير عليها مسكين. غدوة نروح المستشفى. بس خبرني على ذاك اللي جرحات وآلة. أنا متحير عليه. نعم. حقا. ياك تكلمت مع الجوهرة راهي قابلة باش تخدم معنا هنا. هنا على الأقل تقدر تساعدنا وتساعد المريض. هذا ما تقدر تقولها من غدوة. صباح الخير عليكم. خير سي حمادي. واش راكي؟ لاباس. الحمد لله. قلنا واش من خير جابك؟ اما دابيك تخالي مريا بعتها لي وليدي. يا تفضل اسيدي بسم الله. صحة الكرسي. هاي مريا. يا بسم الله. ابي العزيز نعلمك باللي راني كملت دراستي وحصلت على الدبلوم وصبحت طبيب الحمد لله. مبروك عليك يا سي حمادي. يبارك فيك يا وليدي. راني نكون معكم من على اسبوع. الى اللقاء والسلام. ابنك فريد. الحمد لله وليدي نجح ويجي يخدم هنا. الحمد لله. فرحان اليوم. صح راني فرحان وليدي نجح ورجع طبيب وقريب يجي هنا والفرحه ليا والقريه كلها وان شاء الله يوليو عندنا زوج غادي ما يخدموا هنا. مبروك عليك، انت تستاهل كل خير. هي يسلمك، يرحم والديكم. ابقوا على خير. على خير. ما تنساش ديروا لنا عشاء سي حمادي. بالفرح. درك سي حمادي راه طاير بالفرحه على وليده. عنده الحق، هذه هي الدنيا. الانسان لازم يعرف واش يحب. الباقي قضيه وقت. صباح الخير عليكم. صباح الخير، نهار مبروك. هي مشغولة؟ راني هنا باش نكونوا مشغولين. أنا جيت نطلب منك ترافقيني لدار الجراح. راك عارف بلي راني مشغولة بزاف، لكن إذا وجودي معاك يسهل الأمور. يلا بسم الله. كنت عارف بلي نقدر نتكل عليك. تفضل نروحوا. ادخلوا ادخلوا، اتفضلوا. فالطبيبة جات باش تشوفك. قالوا لي بلي داويتي راجلي مليح. ما قمت الا بواجبي، ولهذا جيت نخبرك على جرح نتاع زوجك، ماهوش خطير. الضابط قال لي على كلش. مازلنا هنا الا باش نكونوا في خدمتك وراحة بالك. ما نعرف كيفاش نرد لكم خيركم. وكيما تشوفوا عندنا غير بيت واحده وحنا في سته. ما شكيتوش البلدية؟ لا لا، راجلي ما حبش يشكي. في هذه غلطه منكم. اسمحوا لي. أنا بعت لهم شوية دواء. الطفلة صغيرة ما تاكلش خلاص. ما تخميش، أنا بعت لهم شوية. فيما يخص السكنة رانا نخلو حتى يكون زوجك موجود ومن بعد نشوف. صحة كيما تحبوا. هيا تبقى على خدمة. سلامة. ش
بحال المرة مش معتنية بالنظافة والأطفال مساكنها من كل نفس. على كل حال ماهوش ذنبها، هي مرأة جاهلة ويلزمها نصائح. اسمحي لي، لكن ما نظنش باللي لازم لها نصائح باش تقوم بنظافة بيتها وعناية ولادها. عندك الحق، النظافة الطبية يتعلمها الإنسان. من ناحية عندك الحق، ولكن هي من الناس اللي نحرموا باش يروحوا المدرسة في صورة. المشكل ماهوش هنا، الآن هذا دورنا الكل. أنا موافقك، على خط الآن كل الوسائل موجودة. تبقى لا غير تبقوا. معلوم. يلا بسم الله. أني سعيدة كي زرتك هنا. ياك وعدتك نخدم معاك ونحاول نتعلم، وأنا عندي الكلمة نقدر نتكلم عليك. الله يسلمك. ردي بالك من هذه الصحة. الأحسن نكسبها بالعقل. ليه؟ لكن خذي حذرك منها. معليش. ولا كاش ما كان خبريني. عليك السلامة. على خير. يا حمادي العاب. هيا هيا غاول امشي. واش كان خير ان شاء الله؟ الكال اللي جا من الجزائر صالو حدث. ما الكال اللي جا فيه وليدي؟ راني عارف بصح ما تخافش، وليدك عنده جرح خفيف برك. وليدي راهو مجروح حاجه خفيفه برك. هيا غاول غاول اجي اجي غاول. ما تخش بابا جا خسر هذا المكان. ياك لاباس لاباس. قول لي كيفاش عرفت اللي راني هنا؟ كلمت الوزاره بالتليفون الجزائر هما اللي قالوا لي بلي راك لاحق في الكار الاولى اللي تاع الصباح. اما انا جيت لقيتك. وانت واش راك؟ لاباس. ويما؟ لاباس الحمد لله. قريتنا راهي مليح، راهي خصنا حتى خير دور. عندنا طبيبه وعندنا عياده. اشنو الطبيبه مسكينه كثر عليها الغاشي ما تلحقش وحدها. دوك انا وصلت شوف. هيا هما نروحوا. هيا وليدي. وليت تشرب حاجة ضراتو كاش ما خليتي؟ ما خليت والو. كنصبت يا ماما ما صبتش كاش قرعة قدامو. كانت قرعة فارغة كنت ندير فيها الكول. وعلاش ما حبيتيش تقولي هكذا من الأول؟ اسمعي، إذا جيتي باش تداوي وليدك ولا صح طبيبة سمعتي؟ المرة الأولى سبت سخانة شربت له الماء. ما كاش لازم تشربي له الماء، اديه المستشفى. حاضر. جوزي انتيا. قولي لي كل شيء كيفاش صرا. راني نقول لك كي شرب الكول دقت فيه النفس، حسبتها سخانه شربت له الماء. انا غني تعرفي في حاله كيما هذه ما تمدي والو المريض.
وما تخلي حتى حاجة تضر قدام دراري. مش انا راني نخلي والو قدامهم. واليوم نسيتي. اطيح معايا المستشفى. انا راني نروح معي من بعد المستشفى. اي نجوز لداري ومن بعد راني نولي. روحي كوني مهنية ما تخافيش رد بالي على كل شيء. لا 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 ما عليش غير نضحك معاك. قول لي باش ما تحتاج كيف نبدل البونسو؟ لا الطبيبة وفهم لي خرجوا صح. إلا تبغي نبدلك أنا الفاصمة هذا علم. إيه غير لا كان بغيت تستنى حتى تجي الطبيبة وتبدلك الفاصمة. لا كيف كيف. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير مسعود. الطبيبة راهي هنا؟ غير الخير لا ما راهيش هنا. جيت على جال مرتي راهي حنا وقريب تولد وكما تعرفين تكون بعيد وطريق وعرام مادام هي تجي هي تشوفها. اخي لا بغيت تستنى حتى تجي. يعني هالسطور ما نقدرش نستنى بزاف. لكن الحل الوحيد لازم تستنى طبيبة. انا تاني طبيب ما نقدرش ندخل روحي غير اذا كانت حاجة خطيرة. شوف اسعد رجع لدارك وغير يرجعوا هما راه يقولوا نحكوك بالخف للدار. واذا كان طولت تقدر تجي. نوعدك اللي نجي. هاي خالتي جوانا تعرف وين تسكن وتوري في الدار. ما عليه غير روح. الا هما ما جاوش راني نجي مع الطبيب فريد. صحة ما نبقاو على خير. الله يسلمك. فارس تحب نوري لك لابوراتوار؟ ها هي كما حبيت. هيا تبع اروح نوري لك. شوف هادو الدواوات وهادو اللي بان بصح كاين واحد الحاجه ما تعرفهاش. واش هي؟ نقول نوريها لك. راك تشوفي هذه الكوشه؟ ايه. هذه طيبوا فيها اللي باري والمقص. ومن هنا كاين الدواوات ونديرو تما الفاصمات. ايوه. اروح تبعي نوري لك. متشرف. عسلامة السلام عليكم. ما تكلمني عليك بزاف وانا خدمتك. انا تلي طبيب ولازم تعرف باللي قمت بواجبي. على كل حال قليل باش تكون فتاة مثلك تجي تضحي في قرية بعيدة ومازلة مثل هذي. من فضلك ما تزيدش. الناس اللي ما عندهمش الضمير هما اللي يحتقروا إرادة المرأة. لازمك تفكري بالعكس. انا نقول لكم باللي عندكم الحق في الزوج. هيا برك خلونا من هذا وتكلمنا شوية على دراعي. الحمد لله راني نحس روحي في روحي مليح. جيت وكيما بقيتكمش خاطي الجوهر تات بيا كيما لازم. يعطيك الصحة. الله يسلمك. سعاد. نعم. ها هو جا مسعود وطلب منك تروحي له في الحين على خاطر مرتو رايحة تزيد وراكي خاطي. روحي وشدي لي المحفظة والأدوات. مالي؟ وريحة روحي طاك؟ ما نقدرش نخليوها تستنى.
هذا لازم المراه في خاطره. ايه بصح ما كان حتى طريق مليحه اللي تدي لدارو. انا قلت له كان يجي مرته وتولد هنا خير. لا ما تقصش تجي هنايا، حنا نروحوا عندها. صحيح تبارا كيما كان حتى سياره اللي تجوز في ديك الطريق. فاش رايحين نروح؟ يا سيدي شي ساعه نروحوا على البغلاء. هذا الشيء ماهوش مشكل. اهلا سلامتكم. الله يسلمك. الله فيكم. شد شد هكذا نعاون طبيب. شد. استغفر الله. اهلا سلامتك. شو رايك؟ لاباس لاباس لاباس. وش راهي؟ ما على باليش. نسى راه معاها. روحي تفضلي. دوك نروح نشوفها. الله. هذا وين تهني؟ ياه. ومعها هداياك ماشي هذه هي ولدتها الاولى. بصح وجود طبيبة تريح. السلام عليكم. السلام. انسى مدور وحكم. الى فرات يا. هاي فرات الحمد لله يا ربي. مبروك عليك، زاد عندك طفل. الله يبارك فيك. نقدر نروح نشوفه؟ ايه لازم تروح تشوفها، بصح نوصيك لازمها تاكل مليح. عافية هذا الشيء غير ما تخافيش، انا نقوم بها. وكاش ما تسحق روح عندي. خلاص شحال خلاص. والو يا سي مسعود. كيفاش هذا والو؟ ها هو وقيل انت مازال كنيه يا سي مسعود. وعلاش؟ دوك نفهمك. لازم تعرف باللي طبيبة راهي باطل، والدواء الثاني راه باطل. يا اخي انا ما على باليش من قبل كنت نخلص القابله. هذا بكري ماشي درك. اسمح لنا احنا نروحوا دركا. سمح سمح وبارك الله فيكم. الله يسلمك. رانا درك فرح في فرح، وحتى غدوه رانا معروضين في دار سيق ويدا. حتى انا نجيت ان شاء الله. هيا ولاش مبروك عليك. الله يسلمك. خاصنا نعاون طبيب. عاوني من هيك من هيك. روحوا بسلامه. الله يسلمك. كثر خيركم. على خير. والله يجعل كلش مبروك ان شاء الله. روح. هاي. هاي. ايه. اربع. لازم تسمعوا الكلام اللي قالت لكم عليه الطبيبه. ما تخلوا حتى حاجه اللي تضر قدام الدراري. بالخصوص عايشة راهي هنايا صارت لها مصيبة في وليدها. بصح انا خطرة قريب مات لي واحد من ولادي، على خطرة خليت قدام مقرعة نتاع الكول والصغير فيهم شرب منها. احنا الكبار وما نقدروش نفرقوا بين قرعة الخل وقرعة الكول، على خاطر القرع كيف كيف. عندها الحق ليلى الجوهر، انا بالذات شحال من مرة تصير لي نغلط بين قرعة الخل والقرعة الاخرين. لازم كل واحدة منكم تروح تفهم النساء تاع القرية، خصوص في شغل بيتهم وتربانية ولادهم. اصفى
اخر اخر واش بدري؟ اه يعني الطبيبه راه في البلد عندها اجتماع بصح ما تقدرش تجي. اما تقدر تنحي لي البونس ما بلاص بريطا. واش قول لي مازال ما قررتش؟ فاش؟ في المضرب اللي راه تخدم فيه. إيه لازم لي نتكلم معاه. مع من؟ من بعد وطارت من بعد. صباح الخير. صباح الخير. أنا فرحانة كبرت. الآن نقدر نرتب الأفكار اللي في مخي. يعني حبيت تقول بلي خلصت العطلة. تقريبا غدوة لازم نرجع للوزارة. خليني نكمل له. واش ندخلوا حنا الفرقة؟ حبيت تكوني لابوراتوار. تعرفي اللي يسدك؟ الآن سكان القرية حبوك وعندهم ثقة فيك. مالك غير تقنع الناس وتحاول تفهمهم. وأنت نجحت ويصيروا يحبوك. نعرفك لنا صحة وعلى هذا حبيت نتكلم معاك قبل ما نروح للعاصمة. وش موضوع اللي حبيت تكلمني يعني؟ ضمني لازم يكون طبيب تاني هنا؟ طبعا المدن هما فيهم أطباء أما القرى ما فيهمش فيهم قليل. كان دائما أملي باش نساعد اللي هما محتاجين. هذي المحتاجين هذو الناس البسطاء يقلبوا الأرض بيديهم ويتعبوا عليها. مادام هذا هو رايك. تبع حالتك الجوهره وتوفاء المرضى اللي عم نستناو فيها. بسم الله غير عندك الحق. مليح امدهم يا ربو عليا. ماشي. أنا سهل. أنا سهل. الوقت. هذاك الوقت. روح أولي ديضاي سهل. الله يسلمك. روح بالعقل. ما تخممش. وتهلا في روحك. روح بسلامة. الله يسهل. صباح الخير. صباح. بس هاي الطبيبة هنا. ما نزقلها صح. صباح الخير. صباح الخير. راك بكرت اليوم. هي راني حابت العاصمة نبقى سمانة أو زوج لكن راني نرجع. بالك تنسى روحك تما. ما تخافيش مانيش ورقة لي هذا كل ريح جايز. شكون يعرف كيما يقول المثل الغاي في حكم الله. ما نبقى على خير. بالسلامة.